السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعلم وضعية جديدة من وضعيات الكونغ فو. طبعا في سلسلة الكونغ فو كنا اخدينه اوضاع كتير، مابو جومبو وغيره وغيره، تمام. النهاردة ان شاء الله هناخد وضعية تانية. احنا بناخد الاوضاع دي قلنا عشان تفيدنا في التدريب والتقويات، وفي نفس الوقت بتفيدنا في تعلم الاساليب والحركات التقليدية والاساليب الخاصة بالكونغ فو وغيرها، عشان نبقى عارفين الاوضاع دي لما تمر علينا اثناء اي مجموعة من الاساليب نبقى عارفين اسامي المجموعات دي او نبقى عارفين ازاي نأديها، تمام. النهاردة ان شاء الله هناخد وضعية اسمها دولي بو، تمام. هي احنا قلنا الاسامي بتبقى غريبه، دولي بو، تمام. هي الوضعيه دي بسيطه جدا وسهله، بس بتفيدك برضو في التوازن. يعني بتكون رجلك واحده من الرجلين كده بالشكل ده، الركبه جايه بزاويه كده ومرفوعه، وايديك الاثنين بتكون في الجنب بالشكل ده كده. يعني الحركه مش صعبه زي الجومبو والمابو وكل الحاجات دي، بس بتكون مفيده برضو ان انت تتعلمها، تمام. يبقى بالشكل ده كده، احنا طبعا هنرفع رجلنا على قد ما نقدر بالشكل ده كده اهو، تمام. بتكون رجلك بالشكل ده، وش القدم مايل بزاويه كده، يعني الركبه مش مرفوعه مستقيمه كده، لا مرفوعه مايله شويه اهو بالشكل ده كده، وايديك الاثنين في الجنب. وطبعا يعني ايا كان بقى انت بتبص ازاي، يعني سواء في البعض بيبقى مثلا وشه جانبي كده واقف بالشكل ده، في البعض بيبقى امامي، يعني مش هتفرق، المهم الوضعيه الايد والرجل مظبوطه، تمام. يبقى بالشكل ده كده اهو، بترفع رجلك ركبتك مرفوعه. طبعا لو انت لابس بنطلون تدريب بترفع رجلك اكتر، بس يعني هي دوبك عند مستوى الوسط بالشكل ده كده اهو، وايديك الاثنين في الجنب، وبتفضل ثابت على قدم واحده بالشكل ده كده، تمام. الوضعيه سهله مش محتاجه اي مشاكل او نفصلها بالتفصيل اكتر من كده. نفس الكلام الرجل الثانيه برضو اهو بالشكل ده كده، تمام. بترفع رجلك وبتحط ايديك بالشكل ده كده، وبتفضل ثابت، تمام. طبعا انت ممكن تستخدمها في التوازن، لو فضلت ثابت عليها فتره كبيره بتخليك تقوي ساق واحده اللي انت ثابت عليها، بعد ما بتخلص الجزئيه دي بتخش على الساق الثانيه وتشوف هتثبت دقيقه دقيقتين ايا كان. فهي دي موضوع الوضعيه بتاعت النهارده زي ما خدنا بقيه الوضعيات، عشان ان شاء الله في اي مجموعه من الاساليب لو اي وضعيه من دي واجهتنا نبقى احنا عارفين الوضعيات دي، تمام. ويا رب تكونوا استفدتوا. بكده انتهت حلقه النهارده. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وفعل الجرس ولايك وشير للفيديو. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.